أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان إلى فترة إخبارية جديدة ومباشرة من قناة النيل الأخبار في القاهرة حول مواصلة لبنان لتكثيف الاتصالات الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي عليها. وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية اللبنانية أن هجوما إسرائيليا جديدا على مقر الكتيبة السريلانكية من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أسفر عن سقوط جرحى غداة هجوم مماثل أدى لإصابة جنديين إندونيسيين من القبعات الزرقاء بجروح وأثار تنديدا دوليا. نددت الخارجية اللبنانية بأشد العبارات بالاستهداف الممنهج والمتعمد الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين تستمر المواجهات في المنطقة الحدودية بين إسرائيل وحزب الله. من جديد، استهدف الاحتلال الإسرائيلي مركز قيادة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المعروفة باليونيفيل في الناقورة جنوبية لبنان، حيث أطلق قذيفة مدفعية على المدخل الأساسي للمركز. وعلى الرغم من الهجمات الإسرائيلية عليها، إلا أن قوات حفظ السلام أكدت عزمها على البقاء في مواقعها جنوبية لبنان وعدم مغادرة البلاد. كان يوما خطيرا ومقلقا للغاية، لأن الجيش الإسرائيلي هاجم أولا موقعا داخل قاعدتنا في الناقورة، فأصيب اثنان من قوات حفظ السلام. الأمر مقلق للغاية، لأن على الطرفين الالتزام باحترام وحماية قوات حفظ السلام التابعة لنا، وما حدث يعد أيضا انتهاكا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 وانتهاك للقانون الإنساني الدولي. وكانت دول مساهمة في القوة الأممية وغيرها قد نددت بالقصف الإسرائيلي على مواقع وتجهيزات تابعة لليونيفيل، والتي تسببت في إصابة جنديين من القبعات الزرق بجروح. الدول الأوروبية المساهمة في القوة الأممية أدانت ما فعلته إسرائيل، حيث قالت الحكومة الإسبانية إن الهجمات ضد عمليات حفظ السلام تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. كما أعربت فرنسا عن قلقها العميق بعد الهجوم، وقالت إنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن إطلاق النار على قوة اليونيفيل. أما روما فقد اعتبرت أن ما فعلته إسرائيل قد يرقى إلى جرائم الحرب. الهجمات المعادية والمتكررة من جانب القوات الإسرائيلية على قاعدة UNB 131 قد تشكل جريمة حرب، وهي بالتأكيد انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وهي انتهاكات غير مبررة بأي ضرورة عسكرية. ما حدث أمس واليوم غير مقبول على الإطلاق، ولا يوجد أي مبرر للقول إن القوات الإسرائيلية أخطرت قوات اليونيفيل بضرورة إخلاء هذه القواعد. وقد أبلغت السفير الإسرائيلي بأن الأمم المتحدة وإيطاليا لا يمكنهما تلقي الأوامر من إسرائيل. من جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإطلاق النار على مواقع الأمم المتحدة، مطالبا بحماية قوات حفظ السلام. كما أعرب البيت الأبيض عن قلقه العميق لهذا التطور، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال من الضروري ألا تهدد سلامة عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة. كما عبرت الصين عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم أن قوة المراقبين التابعة للأمم المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا بإجلاء جنودها من مواقعهم في جنوبي لبنان القريبة من الحدود مع إسرائيل. وتزايدت التوترات بين إسرائيل واليونيفيل وإسرائيل والدول التي ينتمي جنودها إلى القوة، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإيرلندا، على خلفية حوادث عدة وقعت في الأيام القليلة الماضية أطلقت فيها قوات الجيش الإسرائيلي النار على مواقع اليونيفيل. لمزيد من التفاصيل والتعليق ينضم إلينا من لبنان معالي وزير الداخلية اللبناني الأسبق سيادة اللواء زياد بارود. مساء الخير سيادة اللواء. يبدو أننا فقدنا الاتصال، إذن حتى يتيسر لنا الاتصال من جديد نواصل. أن هذه الفترة تتحدث عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لقصفها المتواصل على ضواحي جنوب
لبنان في الوقت الذي تندد فيه جميع دول العالم بهذا النهج خوفا من تكرار سيناريو غزة. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السيد نجيب ميقاتي أيضا قال إن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بهدف السعي مجددا إلى وقف لإطلاق النار وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. في هذا السياق أيضا شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط بلدات الناقورة وقانا وعلم الشعبة جنوبية لبنان، كما وصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قرى وبلدات الجنوب اللبناني. من جانبه أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها بدفعة صاروخية كبيرة، كما استهدف تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجه وأصابها إصابة مباشرة. من جديد نتواصل مع معالي وزير الداخلية اللبناني الأسبق سيادة اللواء زياد بارود. مساء الخير معالي الوزير، تحياتي لحضرتك. مساء النور، أهلا بك معالي الوزير. يعني كيف تشرح أو تقرأ الجرائم الإسرائيلية الأخيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وعلى الضاحية الجنوبية وأيضا على العاصمة بيروت نفسها في هذا السياق؟ دعني أبدأ بما تتعرض له قوات السلام، قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، لأن هذا الاعتداء المباشر على قوات حفظ السلام يعبر فعلا عما تقوم به إسرائيل. يعني كل الذرائع التي كانت تستعملها في مواجهة لبنان واللبنانيين وفلسطين، جاءت الاعتداءات على اليونيفيل لتقول بأن هذا الكيان لا يأبه بالقانون الدولي، لا يأبه بمنظومة الأمم المتحدة، حتى أن أمين عام الأمم المتحدة ممنوع من الدخول إلى هذا الكيان. أما بالنسبة للاعتداءات على لبنان فهي بدون أي شك تعرض لسيادة لبنان، هي أيضا تصل إلى جرائم الحرب لأنها تتناول مدنيين وإعلاميين وتتناول أيضا أطقم طبية وإسعاف، وهذا كله غير مقبول بحسب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات اللاحقة. نعم نحن في حالة حرب، وهذه الحرب حتى الحرب لها قواعد، حتى الحرب لها قواعد صحيح. وواضح جدا أن إسرائيل لا تلتزم بأي من هذه القواعد، وما أشهده من اعتداءات تصل إلى العاصمة بيروت، تصل إلى بيوت المدنيين الآمنين، هي فعلا جرائم حرب وجرائم لا يمكن أن تقبل بأي من المعايير. سيادة اللواء، كما أشرت حضرتك يعني في الاعتداء أو في استهداف قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، يعني اعتداء إسرائيلي واضح وخرق لكل قواعد القانون الدولي بل وتحدي لكل المجتمع الدولي، كيف تنظر للقرار 1701 أيضا الذي صدر عن مجلس الأمن؟ صحيح، كيف تنظر إلى أفق هذا التعدي الإسرائيلي الواضح على كل شيء؟ هل من نهاية لهذا الأفق تراها، أم عدوان إسرائيلي مستمر ومتمادي على لبنان لا يعلم مداه إلا الله، وكيف يكون التصدي لهذا العدوان المحتمل؟ لا أحد يعرف فعلا ما هو المدى الزمني لهذا العدوان، ولا حتى المدى الجغرافي. العدوان مستمر، لا أود أن أكون متشائما مفهوم، ولكن هذا هو الواقع. الواقع يقول إن آلة الحرب لا تزال مستمرة، آلة الحرب لا حدود لها، وهي تطال المناطق برمتها، كل المناطق اللبنانية معرضة وكل المدنيين أيضا. ولا يبدو لي أن المجتمع الدولي وحتى دعني أقول أصدقاء لبنان هم في عجز كامل عن وضع حد لهذه التعدي لهذا العدوان، حتى أن الولايات المتحدة وفرنسا عندما حاولتا فرض وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما حتى هذا الاقتراح سقط، وبشكل خاص الولايات المتحدة التي لها ما لها على إسرائيل. بالتالي لا أرى في المدى المنظور أي جهد جدي في اتجاه وضع حد لآلة القتل ولآلة الحرب.
طب سيادة اللواء، يعني اسمح لي بطرح وأرجو ألا تعتبر ذلك تدخلا في شأن لبنان الداخلي، لكن هل مطروح بأي صورة من الصور أن تتم مسألة توحيد الجهود العسكرية والأمنية داخل لبنان؟ الكل الآن أصبح في مرمى النيران الإسرائيلية، هل من احتمال ما أو من دعوة ما لتوحيد كل الجهود العسكرية والأمنية داخل لبنان لمواجهة هذا التحدي، سواء من الجيش أو من حزب الله أو من غيرهما من أي جماعات مسلحة داخل لبنان؟ دعني أولا أوضح، أنا لست برتبة لواء، أنا مدني ولست عسكريا، ولكن في الواقع مسألة التصدي لهذا العدوان فيها الشق العسكري الذي هو مستمر اليوم من خلال المقاومة، والجيش اللبناني طبعا يقوم بواجبه ولكنه ليس طرفا مباشرا في هذه الحرب. المطلوب في هذا الاتجاه هو تضامن لبناني لبناني، بالمعنى السياسي، بالمعنى الاجتماعي، بمعنى التعاضد، لأن العدو مشترك ولأن الاعتداءات تطال كل اللبنانيين دون تمييز بين منطقة وأخرى أو طائفة وأخرى أو حزب وآخر. ولذلك الموضوع العسكري هو ما نشهده في الميدان. الجيش اللبناني يتمتع بثقة كاملة من الشعب اللبناني، ولكن الجيش اليوم في وضع مختلف، ليس هو من يواجه بالمباشر لأسباب عديدة، يعني لا مجال للدخول فيها هنا، ولكن هذا الجيش مؤهل ومرشح لأن يقوم بدور أساسي في المرحلة المقبلة، وتحديدا في تطبيق القرار 1701 الذي عمليا منذ 2006، منذ إقراره في مجلس الأمن على مدى 18 عاما، هذا القرار أمن حد أدنى من الاستقرار في لبنان، ولكن كان هناك انتهاكات واضحة من الجانب الإسرائيلي، أكثر من 30,000 انتهاك جوي وغيره وثق بالتقارير للأمين العام للأمم المتحدة. وبالتالي الموضوع اليوم عسكريا هو رهن بآلة الحرب إذا كانت ستتوقف أم لا، بالمساعي الدبلوماسية التي حتى الآن لم تنتج شيئا للأسف. وفي هذه الأثناء المطلوب تضامن لبناني لبناني وتأكيد أكبر على دور الجيش في تولي الأمور في المرحلة اللاحقة. سيد زياد بارود وزير الداخلية اللبناني الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدين الكرام، فتراتنا انتهى، على رأس الساعة موجز بأهم وآخر الأنباء، تفضلوا دوما بالبقاء مع شاشة قناة النيل الأخبار من القاهرة.